وسيدات مستمعي راديو القاهرة الكبرى، وهذه فترة مفتوحة جديدة على الهواء تحت عنوان أم الدنيا. ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكفاه. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. أم الدنيا، أم النيل، الهرم، ألف حبيبتي، أم المعابد والصروح العملاقة، حبيبتي ده أنا مصر حبيبتي، أم الخير، كل الدنيا في كفاه. أم الدنيا مين ولا في زيها فين؟ بلادي في حباب العين، لأ وأقرب من كده. وأم التاريخ، وأم العظات، وأم الانتصارات، إنها مصر. بليدة وبليغ والخطيب وناس كتير جنب كده. وأم الفنون والرياضة، وأم العلوم. الأصدقاء والصديقات، نقضي هذه الفترة وهذه الساعة على الهواء حول الآثار المصرية وافتتاح طريق الكباش. انظر بلدنا، بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا. الأصدقاء والصديقات، وأول حواراتنا الآن مع العالم المصري والمرشد السياحي الكبير وعاشق الوطن قبل أي صفة، الأستاذ المرشد السياحي بسام الشماع. وأهلا بك على موجات راديو القاهرة الكبرى. أهلا بكم وبمصر الحضارة التي علمت العالم. طريق الكباش وافتتاح طريق الكباش خد وقت طويل، يمكن مرحلة من ثلاث رؤساء إذا جاز الوصف، فترة طويلة. لماذا أخذ طريق الكباش هذه الفترة الطويلة حتى تم افتتاحه؟ هو الحقيقة الإجابة على هذا السؤال عند المسؤولين عن الآثار في هذه السنين المتعاقبة، ولكن دعنا ننظر إلى هذا اليوم الذي جذب أنظار المصريين والعالم. وتاني مرة في عام 2021
الجميع بحالة من النوستالجيا الجميلة، أي فكر العودة إلى الفكر والتفكير والتدبر في الماضي. وأيضا ودي أنا بعتقد أنها من المكتسبات في 2021، الاهتمام بالكتابة والرموز المصرية القديمة في خلال المواكب، سواء كان موكب 3 إبريل في متحف الحضارة أو الموكب الذي رأيناه جميعا شاهدناه في يوم 5 وشاهدوا الجميع في 25 نوفمبر. أظن الأول بس عشان النقطة اللي أنا أسرتها، يمكن الموضوع طول عشان مسألة انه كان تحت بيوت، يعني مساله احلال الاماكن والحفر وما اليه، يعني كتحضير. يعني الجانب الاخر، المسمى الصح ايه وطريق الكباش قديما كيف كان واستخدم؟ طيب السؤال الاولاني دوت الحقيقه كان ضمن المواضيع اللي شغله الناس، وخصوصا على التواصل الاجتماعي، لان احنا مهتمين ومعنيين ومهمومين بفكرة ما هو الصح وما هو الخطأ في التسميات القديمة. يعني بقينا بقى في حالة، ودي حالة أنا مبسوط لها جدا على فكرة، لأن فكرة النهاردة المطالبات اللي احنا بقالنا سنين بنقولها عندكم في الإعلام، تعليم الهيروغليفية وتدريس الهيروغليفية، يعني أنا كنت أتكلم عن تدريس الهيروغليفية من سن 6 سنوات و7 سنوات، لان ما فيش احلى حاجه للطفل من ان انت تقول له خد ورقه وقلم وارسم، والهيروغليفي رسم. تمام. ولكن حقيقة الامر التسميه الصحيحه، شوف، هو اتعرض كذا اسم، منها طريق الكباش، وده الاسم المشهوره بيه، والاسم الثاني كان طريق الاله او المعبود، ودي التسمية المصرية القديمة للطريق. تمام. وفي التالتة اللي هي طريق المواكب أو طريق المواكب الطقسية أو طريق المواكب الدينية ما بين المعبدي، معابد الكرنك ومعبد الأقصى. أنا وبدون يعني أنا وبدون تفكير كده على طول، وبعد 40 عام من قراءة في التاريخ متواضعين، أؤكد للجميع أن التسمية الثالثة طريق المواكب هي التسمية الأصح. ده يدفعنا إلى الاستخدام قديما، كيف كان يستخدم هذا الطريق أو الأنشطة التي واكبته. عند حضرتك احتفالية الإفت، وهنا أنا لازم أقول يعني تحية إلى وزير الآثار دكتور عناني، لأنه أمام العالم كله عندما بدأ يتكلم على احتفالية ذكرى اسمها الإفت. طيب ليه أنا بشكره؟ لأن تقريبا أكثر من 90% من الكتب والمراجع الحديثة بتكتب إن هو الأوبت، وهم ذات نفسهم في وزارة الآثار سموها الأوبت على أساس هي دي التسمية اللي أكثر يعني شيوعا. تمام. فلما أنا جيت قلت طيب ما إحنا ممكن نعمل إيه؟ ممكن نقول الاسم الصح ثم نقول وهو المعروف خطأ باسم كذا، لأن تحور الكلمات بيحصل في التاريخ. فهو ذكر كلمة الإبت أولا، ثم قال كذا 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 احتفالية الأوبت. طيب ما هذه الاحتفالية؟ الاحتفالية دي ما بين معبدين، معابد الكرنك، وهنا مش معبد الكرنك بس، معابد ومعبد الأقصر. وعلشان كده كلمة الإبت هنا مهمة. ليه؟ لأن معابد الكرنك يا جماعة ما كانش اسمها الكرنك أيام من مصر القديم. يعني معابد الكرنك كان اسمها يعني في الجزء المهم اللي احنا بنتكلم عليه كانت الإبت سوت، متميز العروش، جمع عرش، يعني هو المكان المصطفى، هو المكان الأجمل اختيارا. لما تيجي تنقي من الأماكن أجمل مكان هتنقي المكان ده. فدي المعاني بتاعت كلمة إبت سوت، وهي التسمية الهيروغليفية الصحيحة لمعابد الكرنك. لما حضرتك تشوف اللوكسور اسمها ايه بالهيروغليفي من ضمن تسمياتها زي واس وغيره، هتلاقي من ضمن تسمياتها تا إبت، برضو فيها إبت اهي. علشان كده احتفاليه الإبت او كلمه الإبت دي كانت مهمه جدا انها تتقال في الهيروغليفي الصحيح. دي اللي بيحرفوها طيبه يعني. برافو عليك، احسنت. فدي على
حسب كلام أستاذنا العظيم رحمة الله عليه أستاذ الهيروغليفيات العظيم والعالم المصريات العظيم أستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين عندما رحمة الله عليه عندما قال أن طائبة الاحتمالية والاقتراح أنها تبقى أصل كلمة طيبة قريبة جدا طائبة طا يعني أرض طا بالتاء ألف بالهيروغليف يعني أرض على الملك أن يوحد الأرضين فتلاقيه جايب مع مناقشين على العرش على جانب العرش منقوش زهرة اللوتس وزهرة البردي الشمال والجنوب والجنوب والشمال يتحدوا مع بعض فيما يسمى بالهيروغليفية سما طاوي سما توحيد طا أرض وي اتنين لما تيجي تثنى لما تيجي تعمل مثنى في الهيروغليفي هتحط وي في الآخر يبقى سما طاوي توحيد القطرين ودي هتلاقيها على جانبي العروش من أيام الدولة القديمة ولو تتذكروا حضراتكم يوم 25 نوفمبر لما وزير الآثار الدكتور عناني كان بيشرح لسيادة رئيس الجمهورية قال إيه وقفهم قدام تمثال ضخم وعلى جانب العرش كان فيه المنظر اللي أنا بكلم حضرتك عليه ده اللي هو اللوتس والبردي وشرحه الدكتور عناني إن نهر النيل هو اللي بيوحد شمال وجنوب مصر ومن هنا جاءت الفكرة المصرية القديمة حضرتك لما الاحتفالية بتبتدي هذه الاحتفالية كانت أهم احتفالية في السنة عند المصريين القدماء المصر القديم كان مشهور بأنه هو أول من اخترع فكرة المواكب وأول من اخترع الأعياد المعبدية والأعياد الشعبية معبدية جاية من معبد يعني الاحتفالية دي بتاعت طريق المواكب دي لاحتفالية الإيبت دي اللي انتوا شفتوها دي احتفالية اشترك فيها الاثنين وده كان نادر في مصر القديمة يعني اشترك فيها الشعب واشترك فيها الكهنة والملك وده ما كانش بيحصل كتير في مصر القديمة كانت احتفالات المعبد يبقى جوه المعبد مقفول المعبد انا وانت ما نخشش المعبد المعبد ده بتاع الملك وبتاع البلاط الملكي وبتاع النبلاء والنبيلات منشدات المعبد منشد المعبد الكهنة العمال حارق البخور مقدم القرابين مصطحب السيران يعني مثلا احتفالية الإيبت دي كان من ضمن الطقوس بتاعتها استحاض سيران سمينة كان يتم تسمين تور يقعدوا يأكلوا التور لغاية لما يسمن ويبقى ضخم وكبير ويجيبوه في الاحتفالية ويتم تقديم الذبائح كنوع من أنواع القرابين ولها علاقة فإذا في الشهر الثاني في موروث حاليا في القرى أو ربما يكون توقف على الله يعني اللي هو الجدي أو الخروف اللي بيخلوه للشيخ يعني يعني ده في الحياة يعني ده في القرية بيطلقوا خروف محدش يجي جنبه أو في الغالب بيبقى خروف يعني عشان الظروف الاقتصادية ده محدش يجي جنبه لما حد تيجي احتفالية بتاعت الشيخ اللي هو في احدى الطرق الصوفيه ايام ما كانت يعني يجي في وانت عارف المقامات اللي بتبقى موجوده في القرى يجي بقى ده بيبقى اسمه الجدي المندور او المندور ده اللي هو يعني ماشي كده يعني. حد نادره بس ماشي على باله كده ما حدش بيجي جنبه يعني ياكل من اي حته وباخر السنه بيتذبح عند المقام او عند المقام المعمول ده بمناسبه كلمه الظروف الاقتصاديه بالنسبه للجدي او الخروف المعابد الكرنك كانت هي المتحكمه في اقتصاد مصر في ذلك الوقت بمعنى ان كم الاراضي وكم الهدايا والقرابين التي كانت تعطى لهذا المعبد جعله اكبر منظومه اقتصاديه غنيه في البلاد في ذلك الوقت ايضا كانت معابد الكرنك هي التي تقرر فرض الضرائب واكتشف في معابد الكرنك مقياس للنيل واكتشف ميناء واكتشف المقياس ومقياس النيل ده ليه علاقة بالضرائب بالمناسبة في مصر القديمة لأن النيل عندما يدرس كمستوى